توفيق لمنتخب مصر ان شاء الله في الوصول والترشح. ادي زيزو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ايه ده الجمال ده، ايه الجمال ده، كره في اعلى المقص اليمين يعني بشكل رائع، تبشر ان شاء الله بالخير وتبشر باذن الله بالفوز والترشح. بص كوره بقى، انت لو جبت ايه، لو جبت جواميني وجبت جان جاك تيزي وجبت حتى مباراه زيزو واندري اونانا امامنا، الركله الاولى للمنتخب المصري. زيزو زيزو ولد، راح له بقى زي ما هو يعني حافظ، ولكن اعاده امامنا. عالمي 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 احمد سيد زيزو. بص يا جماعه، يا ولد خلى اونانا، خلى اندري اونانا امامنا، هو راح قعد في ياوندي وعلى طول حطها له، قال له بص العقل زينه العقل. في مواجهه مندي حارس مرمى المنتخب السنغالي وحارس مرمى تشيلسي. زيزو ومندي الركله الاولى، ادي امامنا يا ولد يا ولد، دكتوراه في ركلات الترجيح احمد سيد زيزو، يضعها بقى ايه، لا تصد ولا ترد، ما شاء الله ما شاء الله يا ابني. ده ايه ده، لو جابوا يعني توني سيلفا حارس السابق، وجابوا مندي، وقفوا معاهم كمان الحارس سيدي ديانج، لكن امامنا هو